شخصية هوتاو من الشخصيات الأيقونية في جنشن امباكت، من الشخصيات اللي كانت أسطورية وتوقع لازالت، وعلى مدار السنين صار لها بجريدات. بداية كنا مع جونغلي وشينكشو وهذا حدنا، مستقبلا دخلت فورينا في الملعب، فجأة دخلت شخصيات ثانية، فجأة صار لها أكثر من نمط للعب. في مقطع اليوم راح نجرب هوتاو مع تنقلها من جيل لجيل، وبنجرب أول إصدار لهوتاو وآخر إصدار لهوتاو اللي بالمناسبة شيء مرة قوي. ففي مقطع اليوم راح تشوفوا أشياء جدا جميلة، راح تشوفوا سلسلة تطور هوتاو بالكامل. لايك واشتراك يا إخوان بدون ما أكثر عليكم. خلونا نبدأ. حياكم الله يا اخوان في تحديث او بلا صح دقيقة معلش ايوه زي كذا يرجع الواحد لاصله يعني اصله وين في ليوي. نزلت هوتاو يا اخوان في بداية اللعبة تقريبا، وكانت الشخصية هذه جدا اسطورية، اسطورية لدرجة انك انت اذا كان عندك هوتاو انت قفلت ملف اللعبة. ومع مرور السنين مع مرور التطورات يعني في جنشن صارت هوتاو نوعا ما يعني بالتيم هذا مش ولا بد. ولكن قبل ما نقول مش ولا بد وما مدري شو، خلونا نجرب هذا التيم. طبعا لحسن الحظ الحمد لله يعني ان هوتاو حقتي سي زيرو، اوكي مو سي زيرو معليش سي 1، فتعتبر يعني الحمد لله ما هي محوتنا. في نفس الوقت ار 1 هنا يعني اموره تمام. موضوع البلد زي ما انتم شايفين 66 كريت ريت 250 كريت دمج على امور حلاوه، وحتى من ناحيه اتش بي 33000 تعتبر حلوه. طبعا التلنتات عندي على 9 10 9، ليش اعطيتها كراون هنا؟ غلطه، اعطيها كراون هنا افضل. ومن ناحيه جونغلي از جونغلي يعني شيلد، شينكشو يعني يطرطش لنا مويه، وسكرس وظيفتها تعطينا ليمنتال ماستري. طبعا هذا كان التيم زمان وهذا كان المتعارف عليه. طبعا اذا جينا في التجارب على زمان يعني لازم ايش نجرب في مكان يعتبر زمان. طيب سوي زي كذا نفك التمت طيب كذا اوكي دمج يعني متواضع صراحه، دمج جميل ما كرتت يعني ما ادري ليش صراحه، بس ايش يعني هوتاو القديمه نفس هوتاو الجديد يعني كلها ما تكرت. اسمه اوكي ما تعرف تلعب بهوتاو؟ اي ما اعرف العب بهوتاو، مين قال لك ان انا المحترف رقم واحد العب بهوتاو؟ خلنا لو سمحت نسوي محتوى. المهم هذه كانت تجربه سريعه يعني، نرفع الليفل شويتين نروح على بال، بال يعني جاتنا في انزوما يعني تقريبا قريب من حقبه الزمان عرفتوا؟ رغم انه وقت ما دخلنا انزوما كان في موجود ايلان، اوكي لكن ايش؟ نستمر بالتيم هذا. طيب. اوكي 70000. شاب والله انها ترى هوتاو اوقات ما تسوي ترى زي كذا، بس لما اجي اسجل. يعني هذا المفروض افضل دمج يعني موجود عندنا. حلو، حلو. واضح ان اليوم حتتعبني صح؟ مرة واضح. طبعا الجير في الذكر انه كان في برضه تيم ثاني كانوا يسووا الناس كيف؟ كان يحط لك يا طويل العمر مونا، وكان هنا يجي يحط لك ديونا. تسالني ليش ديونا؟ بقول لك يا طويل العمر عشان ممكن تجيك ضربه فريز. فكان هذا التيم برضه يعتبر نوعا ما حليوه، لكن ما راح نتكلم عن هذا التيم كثير يعني لانه يعني نوعا ما صراحه مو حلو. فخلينا نرجع جونغلي هنا راح يكون، وهنا راح يكون عندنا ايش؟ اللي هو كازوها، وعندكم بدل شينكشو نزلت ايلان. فهذا التيم كان بعض الاحيان يستعملوه، بعض الاحيان استغنوا مثلا عن جونغلي ويحطوا لك مثلا اللي هو شينكشو، او مثلا استغنوا عن كازوها ويحطوا لك شينكشو، وهذا الاكثر يعني في الاغلب انه زي كذا يصير، ولكن بنعطيها تست يعني. طبعا ملاحظ الفتى القافط عندي ايلان سي 6، لكن ايش؟ معطيها فافونيوس زايد ماني معطيها بلد زي الناس. كمل المقطع اخوي. طبعا اكون معاكم صادق انك انت تحط كازوها في تيم زي كذا ما هي فكره حلوه صراحه ذي الدرجه يعني، ولكن اوكي خلينا نجرب نسوي زي كذا. طيب نفعل التمت وجونغلي، لاحظ انه جبنا دمج صراحه حلو لانه ايش عندنا طبعا كازوها سي 2 فساعد في العمليه هذه. طبعا خلصت الديسكلات حقتك اللي بعده التمت. طبعا حلو في هوتاو، اوكي خلينا نسولف عنها. حلو في هوتاو ان هي شخصيه يعني كانت من زمان وهي شخصيه تهيل نفسها، فانت ما يحتاج لك يكون هيلر في عندك في التيم، اللهم حط شيلد عشان ما تلقم كف يعني وانت ماشي وتموت يعني ما له داعي صراحه. زائد انه صراحه دمجها يعتبر دمج والله حلو صراحه، يعني شوفوا مثلا كل شهر تقريبا 90000 حولها. نفك التمت مثلا شوفوا 227000 تقريبا. فهوتاو كانت جميله صراحه. طيب الان بحط لكم اقوى تيم تقريبا كان في الحقبه هذيك اللي هو التيم هذا.
هذا التيم كان افضل تيم تقريبا يعني موجود في الساحه. فانا ما ودي صراحه اني اجربه في العالم، انا ودي اجربه على طول في الابيس على طول، ابغى اختبره هناك. التيم هذا كان قوي ليش؟ لانك انت عندك 2 هايدرو، اوكي، يعني طول الوقت البوس يكون عليه فبرايز، هذا اول شيء. الشيء الثاني انه يكون 2 اتش بي، يعطيك اتش بي للاعب، وهذا اتوقع انه جات قريب ولكن يعني تعتبر ميزه اوكي لازم تذكر. راح يزيد لك اتش بي، يعني زي ما انتم ملاحظين هنا كاتب لك ايش، يقول لك انه يزود لك 25% انكريز ماكس اتش بي، فهذا ايش يفيده تاو بشكل كبير. طيب حلو، جانا كمان ماكس اتش بي زياده، يعني اتس اوكي صراحه الوضع كويس. طبعا بحاول ما استعمل سكيل ايلان لان سكيل ايلان تعطيني اتش بي زياده، سي 4 حقه يتفعل. طيب لو نلاحظ طبعا اوكي شاب، اظن الوقت هذا مو مناسب ان انا اجرب هوتاو لسبب ان هذا الوحش ناري يعني. اوكي التجربه هنا تجربه ان شاء الله، نسوي كذا رغم ان احنا قلنا ما نبغى نسوي سكلات لكن ايش نحوج اوقات. الدرع كم 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 الدمج، كم الدمج، ما اشوف 69 اتوقع، اي 69 اوكي 150. حلوه حلوه حلوه، جميله جميله. طيب صراحه غلط ان انا احكم على التيم هذا من المكان ذا، بروح الشمر اللي بعده كالعاده. اجيك في نص الفايت، اصبر لا تسكب. ها شفتك شفتك شفتك، اصبر. متجر 12 يا اخوان، تبي تشحن برامو جيم روح متجر 12، استعمل كود اس ام راح يجيك برامو جيم رخيص ومضمون وامن، ارخص من اللعبه بتقريبا 20% او يمكن اكثر. كود اس ام لا تنسى. يلا كمل كمل الفايت. طيب نخش اللي بعده، يقول لك سكيل انكريز، ممتاز حلو. طيب الان اللي بنسويه ان احنا ايش، هذول كويسين للاختبار صراحه، نسوي زي كذا. انتم ملاحظين والله صراحه لا زالت يعني كويسه يعني نوعا ما، توقعتها حتكون اسوء من كذا بس والله لا زالت يعني اسطوريه صراحه بالتيم هذا القديم، صراحه لا زالت كويسه بس كذا. طبعا قاعد يساعدها دمج الهايدرو حرفيا، فعندها سبورتات تعتبر مره حلوه، دمج معاك اضافي مره كويس. الدمج 200,000، زي ما انتم ملاحظين دمج الهايدرو والله حلو صراحه. اوكي حلو حلو حلو، اداء جميل اداء جميل، اداء من تيم متواضع قديم صراحه مره حلو. طبعا ملاحظه عمتها يعني زي ما انتم شايفين الان اسا منشل، اشتخل منشل. طيب الان ننتقل لحضاره جديده، حضاره فونتين اللي طبعا ما راح نستعمل هذا التيم يعني الخايس. راح تبدا فرينا تنزل الملعب، فرينا نزلت يعني صارت شيء جبار، شخصية تعطيك بوف جدا جبار وتعطيك دمج زيادة، والأهم من هذا كله إن هي تنقص اتش بيك. لكن جوك ناس كثير قاعد يقولوا لك حبيبي اسمع، طز في أم الاتش بي حق هوتاو، حط لنا جين في النص بيصير الدمج عندك جبار. وهذا الشيء أنا قلت لازم صراحة أجربه يعني أشوف، يعني لازم نعرف الموضوع. هوتاو دائما نعرف إنه لازم يكون اتش بيك قليل عشان تدمج شكله حلو، فالآن نبغى نجرب التيم هذا مع بعض. اوكي طبعا بالمناسبه قاعد احاول اضعف فورينا لانه للاسف يعني هي 6 يعني للاسف خربت علينا المحتوى حرفيا، فورينا سببت مشاكل بس ايش بنحاول نضعفها يعني زي ما انتم شايفين. حطينا 2 ست بدل 4 ست، ضعفناها شويتين يعني ان شاء الله هي تكون مقبوله. كل هذا عشان عيونكم يا اخوان، عشان ايش؟ تعرفوا الدمج الحقيقي، مو اجي والله افجر لك امهم كذا بلد خارق واسوي نفسي هايط عليك واخدعك، انا اخدعك يا طويل العمر. واذا تبغاني اثبت لك اني انا ما اخدعك من جد، هيا شوف المتجر هذا، افضل الباقات اللي ما راح تحصلها ولا في متجر، والسعر 20% خصم، يلا ها هيا شيل افضل الاسعار وباقات مضمونه ما راح ينسحب منك ولا راح يجيك باند، يعني شيء من الاخر. كل هذا موجود طبعا في متجر ودي يعني اذا انت حاب. طبعا يعني ضبطنا لكم هو زي ما انتم شايفين اللوك يعني شيء صراحه ياخذ العقل يعني. الرابط في الديسكربشن. طيب قبل ما نخش كذا خليني اعطيكم معادله رياضيه يعني عشان نعرف ليش التيم هذا هو كويس. اول شيء راح يرفع لك الاتش بي بانه يعني في 2 هايدرو فاتش بي حقك حيطير. ثاني شيء راح يجيك بوف من نيلان راح يعطيك تقريبا كم؟ حوالي 50% دمج زياده، هذا برضو زياده يعني شيء حلو، بالاضافه طبعا دمجها المستمر. وعندك فرينا راح تعطيك عدد مره كبير صراحه، اتوقع انه 120 مدري 100، طبعا حقتي يعني زياده عشانها سي 6. بخصوص جين فهي راح توفر حاجه الا وهو انك انت تهيل بسرعه جميع التيم، راح تاخذ بوف فرينا على طول، بالاضافه ان هي ايش؟ راح تفعل الست هذا، والناتج يصير انه دمجك بيطير في العلالي. فخلونا نختبر الدمج هذا ونشوف ايش الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، بين 90، خلينا نسوي زي كذا ونفك الالتمت. حلو، فك الالتمت الثانية. مخادع مخادع. طيب. اوكي. اوكي. ايش في؟ ولد. دمج عالي. صدقوني الدمج مو منا هوتاو، من التيم ككل يعني. انا حرفيا قدرت يعني ان ايش؟ هنا مضيع هذا. والله التيم مو سيء تصدقوا. طيب التجربة الثانية راح تكون على هذا البوس، هذا البوس اتش بي عالي، اوكي؟ اتوقع ان التجربة راح تكون مناسبة علي يعني. سوي زي كذا، فعل هذه، فعل ايلان، وسوي التمت.
يا ولد يا ولد What the hell؟ يا اخوان دمج مرة عالي. لا لا دمج مرة عالي بدون استهبال. يعني زي ما انتم ملاحظين دمج يعني كذا صار تعرف البوس نفسه كذا ترر شبيه قاعد يطير. وهو في نفس الوقت قاعد ضرب تقريبا 90,000. فهي ما ضررت بسالفة الشبيه اللي هو نازل. لا عادي الوضع تمام. فوالله التيم هذا صراحة يعني جميل خلاص جميل. هذا الشباب اعتمدوا هذا التيم صراحة حلو. من دحين اقول لكم هو حلو يعني. طيب ننتقل برضو التيم كان في حقبة اللي هو فونتين. التيم هذا هو. هذا الكائن اوكي. الكائن هذا طيب هي ظن نعزة مو نعزش معليش هي ظن النعامة يعني. فعموما النعامة هذه يا طويلي العمر سوت مشاكل وحطت شاو في مأزق. اللي شاو ساري طالع يا أخي أنا راعي البلنج أتاك إيش قاعد يصير هنا ما نعرف إيش اللي قاعد يصير. ولكن هذه النعجة إيش النعجة أي هذه النعامة سوت لنا يعني ثورة البلنج أتاك يا أخوان. في هذاك الوقت كان شيء انفجاري. كان الكل قوي. أي أحد ينط بيصير قوي. فهذه الشخصية تمكنك أنك تتسوي بلنج أتاك. فتخيل هو تاو وتسوي بلنج أتاك يطلع دمجه للسماء. ولا ويطلع لك ببرايز تفاعل يعني. ولعل إن ما قصرت يعني وجبت السلاح مع C2 فصار عندي شيء بروكن مع هذه مع خلاص. خلاص انا شباب شوفوا اللقطه خلينا نشوف مع بعض. استعدوا شباب المنظر ترى اتوقع انه ما يعني لازم يكون قلبك شوي قوي. بسم الله اوكي للأسف ان هي ما كرتت اغلب الدمج وحتى هذا ما كرتت. ولكن اتوقع انكم شفتوا الدمج اللي طلع اتوقع والله اعلم يعني. الدمج هذا يعني انت تتكلم عن 250,000 تقريبا كل نطه. شيء جدا خرافي. طبعا البوس هذا ترى اتوقع ما ادري اظن 4 مليون و 3 مليون زبده مره كثير. طيب الهرجه حاليا ايش وضع هوتاو الان؟ وضع هوتاو يا طويل العمر انه صارت شيء جدا قوي بحضور الكابتن هذه اوكي كابتن سامي. طبعا بحضور كابتن سامي صار الموضوع انك انت تنقص دفاع العدو نفس الوقت تقوي التيم بالكامل نفس الوقت 2 جيو اوكي 2 جيو ايش يسوي لك؟ يقلل دفاع العدو وما ادري ايش يسوي كذا زياده. المهم يسوي لك حركات بركات. فطلعنا لتيم جديد الا وهو التيم هذا. التيم هذا جديد فريد من نوعه. فخليني على طول وين نروح نجرب؟ طبعا حنجرب وين اكيد يعني ما يبغى لها نروح بال خلاص اتوقع حلبناها وهي المقياس الكويس يعني. سوي زي كذا وين راحت؟ اوكي نعطيها ضرب نورمال زي ما انتم شايفين في دمج عالي لكن ايش؟ ما في برايز كثير بس كسوت ما يهتم بالبرايز. انت معك دمج مره عالي حرفيا مره عالي يعني. قبل شوي في سلطعون ضرب 100 ومدري كم 18,000 لسبب ايش؟ مو بالجامد ولا سلاح قوي ممكن يكون ستيشن قوي لكن حتى ارتفكتات ما في بسبب الكابتن سامي. الكابتن سامي هذا راح يعطيني من السلاح تقريبا 26% دمج عنصر في نفس الوقت بيقلل دفاع العدو 36% في نفس الوقت راح يعطيني 40% من دمج العنصر. ففورينا دمجها بيطير عندك في السماء مره في السماء. طبعا فورينا يلان اللي هو هذا مره راح يزيد في نفس الوقت. هوتاو برضه راح تصير قويه فراح يكون لك ناتج جدا جميل. طيب الان اخر تجربه اللي هي التيم هذا 2 جيو وفورينا ويعني الوضع ان شاء الله بيكون حلو. طيب بسم الله نسوي زي كذا المفروض يكون دمج عالي هنا شباب. وش اللي دمج هوتاو كذا؟ يقلع عم الخياس. لحظة كذا كنت في شيء غلط يمكن مو قاعد يسوي برايز ممكن. اوكي 135 والله صدق توقعت هذا اقوى تيم يعني المفروض يكون اقوى تيم. ما ادري ايش صار للاسف اني حفك التمت. شوفوا مبدئيا انا ما ادري ايش اللي قاعد يصير لكن في دمج عالي. هل هو بسبب فورينا ان هي قاعد تمسح ام الدنيا؟ ممكن. فعشان كذا يعني حطينا ايلان. اوكي خلاص لازم شباب لازم نطلع قوه هوتاو. يا اخي فورينا كويسه معاها لكن قاعد تاخذ ام الدمج هي. بالاضافه انه ما في اخي ما في برايز. هوتاو تضرب 60,000 احط شنجلينج افضل. فعشان كذا يعني حطينا ايلان يعني ان شاء الله ايش حتظبط الموضوع باذن الله يعني اتمنى. اوكي 82,000 اوكي جميله اتوقع هذا اقوى تيم لها. هوتاو هذا اقوى تيم لها من الاخر. ملاحظه انه ما كان اتش بي هوتاو ما كان نص والحين صار 109 نايس. مية وخمسة
والله حلوة. اوكي. لا والله والله يا عيال ابجريد صراحة. ابجريد في هوتاو 100,000 تقريبا كل ضربة، ناهيكم انه يلام برضو دمجها صار عالي بسبب طبعا اللي هو شو اسمه هذي شيلونن، فيعني الوضع حلو. والتمت تندو كذا اعطيها نطة. شايفين قاعد يزيد الدمج ولا تكرت يا اخي الالتمت. والله انا هذي ما ادري ليش ما تكرت. يا شباب ما في برايز. الو برايز اللعب والله بدون برايز جبت دمج عالي والله. يعني لا لا صراحه التيم حلو، ولكن يا اخي كيف اصف لكم لما تتعود انك تلعب بالشخصيات الجديده عندكم. مثلا على سبيل المثال لما تحط نهده كذا في الملعب، طبعا بالمناسبه في مقطع هيجي للنهده، يعني النهده موجوده في البانر، اذا ما عندك نهده لازم تجيب نهده اول شيء. فيعني مثلا لو انت تحط مثلا نهده وتحط تيم كذا تفاعلات بيكون ادائك افضل. عندكم برضو شخصيات جديده يعني زي مثلا ارلكينو القاضي وشخصيات صراحه مره مره كثير، هذول يغطوا على دمج اللي هو هوتاو. فعشان كذا وانا الحين قاعد العب يا اخي نوعا ما احس اللي اوكي مقبول الدمج حلوه، لكن في افضل. واتوقع انكم انتم ما تختلفوا على هذا النقطه. يعني على سبيل المثال يعني شوف هذا التيم مثلا، شوف شوف كيف شوف كيف شوف 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 ايش كيف ارلكينو تسوي يعني شايف. وتلاحظ قاعد امزح يا اخوان سي 6. خلينا نشوف ضد هذا، ممكن يعني هو ليش يحكم انه فعلا الشخصيه هذه ثقه الثقه. اوكي كذا غلطتي ما استعملت قهر. شوف كم يطلع الدمج، كم 150,000 150,000 تقريبا. اوكي طح 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 صيده 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 ما عندي التي بالصيدة. اوكي 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 حليو حليو. زي ما قلت لكم دمج هوتاو الان يعني صراحة افضل من قبل. اوكي صار عندك سبورتات اقوى من ان يكون عندك شنكشو. شنكشو كان يأدي لكن تبغى اكثر، عرفت؟ فمن وجهة نظري صراحة هوتاو الان يعني كويسة، لكن يا اخي في بدائل، في بدائل صراحة. يعني عندك عنصر الدندرو لو مثلا طنغري اتوقع ان بعض الاحيان ممكن يقفل ملف هوتاو، اتوقع مو اكيد ما قاعد اصرح بس يعني ممكن. عندكم مثلا نافيا كان دمجها صراحه مره جبار، ارلكينو القاضي، القاضي صراحه يعني قفل ملفات اشياء مره كثير. يعني حتى برضو عندكم كنيش مولاني، الشخصيات هذول قاموا يقدموا دمج يعني جدا جدا خارق. ما ادري اذا ليني صراحه اصنفه ممكن يكون اقوى من هوتاو ولا لا، مع اني سويت مقطع كامل عن هذا الشيء، لكن كاستعمال والله ما ادري صراحه. عموما يعطيها العافيه ان هي شخصيه تقريبا من بدايه اللعبه ولا زالت بهذا الاداء، صراحه شيء جدا جبار. ومن ناحيه ستايل فصراحه تفوز من ستايل مره مره مميز. عموما يا اخوان اعطونا رايكم، ايش رايكم في يعني شخصيه هوتاو؟ هل هي شخصيه تستاهل في سنه 2024؟ ويعطيكم العافيه على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله على خير، مع السلامه.